ثلاثة أمين معلوف وجدته المصرية والأكاديمية الفرنسية. أمين معلوف هو أديب وكاتب لبناني كبير، لكنه ترك لبنان لما الحرب الأهلية حصلت في السبعينات والدنيا باظت في لبنان وبيروت كان صعب الحياة فيها، فهو هاجر إلى فرنسا. في فرنسا قعد كام سنة، يعني بتاع 4 5 سنين، واخد الجنسية الفرنسية في أوائل الثمانينات، واشتغل صحفي، وطبعا كان صحفي مهم جدا وغطى حاجات مهمة حول العالم، من الإمبراطور هيلاسلاسي في إثيوبيا اللي سقط نظامه فيما قبل، راح غطى سقوط نظام هيلاسلاسي في إثيوبيا. أيضا غطى قبل كده حرب فيتنام، كان من الصحفيين اللي غطوا حرب فيتنام، وغطى أيضا الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه وسيطرة نظام آية الله الخميني على السلطة السياسية في إيران. فشوف بقى، غطى أحداث كبيرة جدا من هيلاسلاسي إلى الخميني إلى حرب فيتنام، أحداث مهمة من أحداث القرن العشرين. لما راح إلى فرنسا، طبعا إتقان تام اللغة الفرنسية، فتولى فيما بعد رئاسة تحرير مجلة جون أفريك، ونجح نجاح كبير، وبقى صعوده مبكر من سن صغير وهو عنده مكانة كبيرة في المجتمع الأدبي والثقافي في فرنسا. فرنسا حضراتكم فيها حاجة اسمها مؤسسة عملاقة عريقة اسمها الأكاديمية الفرنسية. الأكاديمية الفرنسية دي سنة 1600 في القرن ال17 تأسست ومستمرة حتى الآن، وعلى غرارها مجمع اللغة العربية في مصر اللي برضو بيسموه مجمع الخالدين، برضو الأعضاء دول أعضاء الأكاديمية الفرنسية بيسموهم الأعضاء الخالدين. فيها 40 عضو، ومحدش يدخل إلا لما حد يموت، يعني عضو يموت فعضو تاني يحل محله. بس علشان إن في حد يخش الأكاديمية الفرنسية، يخش مجمع الخالدين في باريس، دي حاجة كبيرة جدا جدا، لازم يكون من أكابر المفكرين والأدباء والمثقفين في فرنسا. الأكاديمية دي دورها الرئيسي دور لغوي متعلق باللغة الفرنسية وآدابها، لأن في مفردات كتيرة جدا بتتغير مع الوقت، مفردات بتطرأ على اللغة، وبالتالي بيعملوا كل فترة قاموس. فالأكاديمية الفرنسية عملت حتى الآن 6 قواميس للغة الفرنسية، وحاليا بيجهزوا للطبعة التاسعة من قاموس اللغة الفرنسية، لجنة على أعلى مستوى بيشرف عليها، الأكاديمية الفرنسية بتشرف عليها علشان خاطر يعني يقولوا بشكل نهائي تطور اللغة الفرنسية واعتماد مفردات جديدة. أمين معلوف نجح نجاح كبير جدا في فرنسا، ونجح كأديب، وعنده رواية اسمها ليون الإفريقي حازت شهرة كبيرة جدا. فمرة وهو عنده 37 سنة دخل الأكاديمية الفرنسية لأول مرة، وده حدث كبير إن حد يخش الأكاديمية الفرنسية. فلما دخل في هذا السن كان عشان تكريمه إن هو ألف رواية ليون الأفريقي، فحصل على جائزة وتكريم في هذا المجمع العلمي الكبير اللي هو الأكاديمية الفرنسية. ما كانش يعرف إنه بعد كده هيبقى عضو الأكاديمية الفرنسية، هو تاني عضو عربي أو من أصول عربية يخش الأكاديمية الفرنسية. في الكاتبة والأديبة الجزائرية الكبيرة آسيا جبار. آسيا جبار هي أول شخصية أدبية وثقافية عربية تدخل الأكاديمية الفرنسية، وأمين معلوف هو تاني شخصية عربية يدخل الأكاديمية الفرنسية. إنما المنصب الأعلى في هذه الأكاديمية، هي الأكاديمية تحت رعاية الرئيس الفرنسي، إنما المنصب الأعلى فيها اللي هو الأمين العام للأكاديمية الفرنسية، كانت سيدة جليلة بتدير هذه الأكاديمية في منصب الأمين العام، قعدت ربع قرن تقريبا، وتوفيت عن حوالي 96 سنة أو 94 سنة تقريبا. تولى بعدها أمين معلوف، وطبعا ده يعتبر إنجاز تاريخي، يعني من القرن ال17 إلى الآن أول مرة عربي يتولى هذا المنصب الرفيع
أكاديميا وثقافيا وأدبيا في أوروبا أن يكون أمين عام الأكاديمية الفرنسية. أمين معلوف مع إزالة الحواجز والكراهية اللي موجودة في العالم. أديب كبير، مثقف كبير، هو وآسيا جبار أوجدوا أصوات مهمة وأسماء مهمة للعالم العربي في الأكاديمية الفرنسية. وصول أمين معلوف لهذا المنصب الكبير هو تكريم للثقافة العربية وبالطبع للثقافة اللبنانية. جدة أمين معلوف مصرية، وفي كلام كتير عن إذا هي في العائلة كان لها دور كبير، إن بتحكي لهم قصص وحواديت كتيرة جدا، وربما ده اللي رسخ لدى الأسرة سواء عائلة أمين معلوف الوالد والوالدة ثم بعد كده أمين معلوف نفسه، إنه يهتم بهذه القصص والحواديت والروايات التاريخية اللي الجدة المصرية كانت بترويها للعائلة في فترات سابقة. في كل الأحوال أمين معلوف الأديب والمفكر ذو الأصل العربي أصبح أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية في باريس منذ عام 1634. هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مفكر عربي هذا المنصب الكبير. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.